ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيسو، ده فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هقول لكم على منتجات مصريه حلوه جدا وبنفس جوده المنتجات المستورده بالظبط، وممكن كمان تكون احسن منها. الميزه فيها انها هتكون متوفره وسعرها رخيص، تقدروا تشتروها من اي حته. فلو مهتمين يلا بينا نبدا الفيديو. طيب اول حاجه هكلمكم عليها وهو صن بلوك من شركه ماش، وده شكله النوع اللي هو لونه ابيض، ده للناس اللي بشرتها عاديه او جافه. ولو انت كمان حد عنده بشره دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه هتلاقي برده صن بلوك من عندهم، بس علبته لونها ازرق. انا ما جربتش غير اللي لونه ابيض ده. ده برغم ان انا بشرتي دهنيه كان بالنسبه لي كويس، بس لو انا بحط مكياج اليوم اللي انا مش هحط فيه اي ميك اب كنت بحس شويه ان هو بيدهنن بشرتي قوي. فهو فعلا زي ما هما كاتبين، ينفع للناس اللي بشرتها عاديه او جافه. ممكن كمان لو انت بشرتك مختلطه مايله للجفاف، لكن لو انت دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه لو هتستخدميه تحت المكياج ممكن يبقى حلو معاكي، عشان هيغنيكي عنك تستخدمي مرطب وبعد كده تروحي مستخدمه صن بلوك. ممكن تستخدمي ده في خطوه واحده تبقي اختصرتي على نفسك خطوتين. لكن اوفر اول كسان سكرين ممتاز جدا، حلو جدا جدا، وارشحه لكم. تقدروا ان انتوا تشتروه برده من الصيدليات او اونلاين او اي مكان. للاسف انا مش متذكره سعره بالظبط، الحاجه اللي انا فاكره سعركم هي اللي هقول لكم عليها. المنتج اللي بعد كده هو كريم الترطيب بتاع شركة اسمها ليزا، ده شكله. اللي معايا ده بالعسل، كان فيه فليفرز تانية بس انا اخترت ده. ده انا كنت جايباه من كارفور، كان سعره 20 جنيه او 21 جنيه حاجة كده. انا معرفش منه احجام كتير ولا لا، بس ده الحجم اللي انا اشتريته. ده عبارة عن كريم ترطيب للايدين وللجسم. هو ريحته مألوفة، يعني ريحته مش حاجة مميزة قوي بصراحة، وريحته عاديه للامانه، مش اللي هي الحاجه اللي هتحطيها تحسي ان ريحه جسمك فيها حاجه مميزه قوي. لكن ككريم مرطب ممتاز جدا، حلو قوي ان انت تستخدميه لجسمك، وحلو ان انت تستخدميه لايدك. ولو بتدوري على حاجه رخيصه ده هيكون مناسب معاكي قوي. الحاجه بقى اللي بعد كده وهو الالوفيرا جيل، ده من براند اسمها لاروز كوزماتكس، ودي شكلها تمام. انا عامه مش من الناس اللي بتحب الجل الصبار قوي، ومش بحب الاستخدامات المتعارف عليها الجل الصبار. يعني في ناس بتقول ان هو ينفع ان احنا نستخدمه كبرايمر وككريم مرطب والكلام ده كله، انا مش بشوف ان ده اصح حاجه، وهقول لكم السبب يعني ايه وازاي انا بستخدمه وبستفاد منه. هو عامه كل مكوناته فيتامين اي وخلاصه الصبار. الجل حلو جدا ومناسب جدا. انا الطرق اللي انا بحب استخدمه بيها، بحب الاول ان انا اعمل بيه شيفنج لو انا هعمل ديرما بلاننج على بشرتي. بعد ما بغسل وشي بحط منه شويه وببتدي ان انا استخدم الديرما بلاننج بعديه. بيسهل قوي عمليه الشيفنج، هيبقى كويس جدا. ممكن ان انت تستخدميه ككريم مرطب لو انت حاسه ان انت عندك احمرار في حته من جسمك، يعني لو انت مثلا بتستخدمي الليزر او بتستخدمي مثلا الشيفنج او اي وسيله لازاله الشعر، تقدري ان انت تستخدميه كمهدئ لجلدك بس على جسمك مش على وشك. هو حلو قوي على فكره ان انت تستخدميه على وشك لو انت حد بشرته دهنيه، بس مش هينفع ان انت توصبي عليه كشتا وصيف، لسبب لان احنا يعني ما ينفعش ان انا طول الوقت اعتمد على كريم مرطب. هو عباره عن جل وخفيف قوي، ترطيبه خفيف جدا، لان ده ممكن قدام يعمل لي حبوب تحت الجلد، فخدوا بالكم من النقطه دي. عايزه اقول لكم كمان ان هو ممتاز قوي لترطيب المناطق الحساسه سواء البيكيني اريا او الاندر ارم، هيبقى ممتاز جدا معاكم وامان جدا ان انتوا تستخدموه بدل ما تستخدموا كريمات وكيماويات وحاجات زي كده. ساعتها برده جل الصبار هيكون كويس قوي. وبس يعني شوفوا انتوا بتحبوا تستخدموه ازاي، بس حاولوا ان انتوا ما تعتمدوش عليه كبرايمر قبل المكياج، لانه هو مش هيعمل اي حاجه. ما تستخدموش كمرطب دايم، لا استخدموه كحاجه تلطف لو عندكم احمرار او اي حاجه حصلت في بشرتكم او جسمكم بس لتهدئه المنطقه دي. واغسلوا وشكم واستخدموا المرطب بتاعكم عادي. فده كده كان الحاجه اللي بعدها. المنتج اللي بعد كده وهو الشاور كريم بتاع ايفا. في عندهم روايح كتير قوي. بصوا يا ريحه دي لذيذه ولطيفه، بس انا في روايح بالنسبه لي كانت ألذ من ده. لكن خلينا نقيمه كشاور جل عموما، ممتاز جدا، ترطيبه حلو جدا، سعره تقريبا كان 50 جنيه او اقل حاجه كده، يعني على حسب بتشتروه منين، تقدروا تشتروه من كل مكان. فانا هسيب لكم في صندوق الوصف اسماء المنتجات والحاجات دي تقدروا تشتروها منين عشان تعرفوا يعني ترجعوا لها بسهوله. بس يعني فده كان كويس لو انتوا بتدوروا على شاور جل كويس، خصوصا لو انتوا كمان جسمكم بينشف او عندكم قابليه ان انتوا يطلع لكم حبوب في جسمكم. الحاجه اللي بعد كده وهو الغسول ده من براند سكين سايد.
ده عباره عن غسول وماسك في نفس الوقت، وما بيقولوا ان هو مقشر كمان، بس هو ما فيهوش حبيبات تقشير قويه، مش بيعمل اي حاجه، وبالنسبه لي ده المطلوب. انا اصلا مش عايزه اقشر بشرتي يعني، خصوصا كمان ان انا بستخدم التقشير الكيميائي، وهسيب لكم لينك الفيديو ده بتاع التقشير الكيميائي ازاي بستخدمه على بشرتي بحيث ان انا اخد احسن نتيجه. المهم الغسول ده فيه فيتامين سي وفيه هايلورونيك اسيد كمان، هو لطيف جدا، وبحب ان انا اكتر حاجه استخدمه زي ماسك كده على وشي، بعد ما بغسل وشي بحطه على بشرتي لمده ربع ساعه، بحيث هو بينقي وشي وبينظفه من غير ما احس ان انا وشي نشف جدا وراح مطلع زيوت اكتر. فده بالنسبه لي من الحاجات اللي برشحها لكم جدا. الحاجه اللي بعد كده، وهو برضو منتج مصري ممتاز جدا، وحرفيا ده بكواليتي الحاجات المستورده، وهو اللوشن بتاع ماكرو بانثينول، وده شكله. ده كان سعره من 60 ل 70 جنيه على حسب انتوا بتشتروه منين. هو موجود في الصيدليات وموجود اونلاين، مرطب للجسم ممتاز بصراحه، ممتاز لو انت عايزه ترطبي بيه جسمك كله حتى المناطق الحساسه، حاجه كده طبيه. هو فيه ريحه بس خفيفه ولذيذه كده، ما تحسيش ان انت بتحطي منتج تجميلي قد ما هو منتج طبي، فبصراحه حلو جدا وارشحه لكم بقوه يعني. لكن هو على فكره ما بيعملش حاجه غير الترطيب بس، يعني ملوش علاقه بالتفتيح، ملوش علاقه بان هو يعالج اي حاجه في الجسم، فاهمين. المنتج اللي بعد كده، وهو اللوشن بتاع الجسم، ده برده من كارو ماكس، وده كان سعره 70 جنيه. ده لوشن للجسم مفتح كده، وانا كنت عامله لكم على فكره فيديو كامل عن كل المرطبات الطبيه بتاعه الجسم. هو للامانه على قد ما هو سعره رخيص، بس هو ترطيبه ضعيف شويه. هو يعني المكونات والانجريدينتس بتاعته تحفه، وانا ما اقدرش اقول ان انا شفت منه تفتيح عشان هبقى ببالغ، انا دي اول مره اشتريه وما شفتش تفتيح، بس انا بحب استخدمه في المناطق الحساسه، بحب استخدمه على جسمي كله، اللي هو حاجه رخيصه وترطيبه يعتبر حلو جدا في الصيف، في الشتاء مش هيبقى احلى حاجه، فسواء فتح او لا اديني بعمل اللي عليا واستخدم منتج تفتيح، فاهمين الكونسبت ده. فبالنسبه لي انا حبيته، فانتوا شوفوا انتوا ده حاجه مناسبه بالنسبه لكم ولا لا، وشوفوا هتشتروه ولا لا. المنتج اللي بعد كده، وهو من سكين سايد برضو، وده البلامش فري سيرم، وده عباره عن سيرم كده للناس اللي عندها حبوب او بشرتهم معرضه للحبوب. انا كأزيس عامه اكتر وقت بينفعني فيه السيرم ده بعد ما بعمل الديرما بلاننج، علشان اتاكد ان بشرتي مش هيطلع لها حبوب ويبقى مقاوم كده للبكتيريا. بعد ما خلص الديرما بلاننج على طول بغسل وشي بالغسول، وبعد كده بروح حاطه البلامش سيرم علشان بس ايه اتاكد ان لو في اي قابليه ان حبايه هتطلع هو بيلحقها على طول. ممتاز جدا بصراحه بالنسبه لي، وبجد بجد بنصحكم ان انتوا تجربوه. المنتج اللي بعد كده، وهو الليب جلوس ده من ساندرا، وهو اللي انا حاطاه النهارده، هو نفس لون الشفايف بالظبط بالظبط. لو انتوا بتدوروا على حاجه تبقى فعلا نود كده، ده هيبقى كويس، ثباته كمان معقول، فمن الحاجات اللي تعتبر لذيذة يعني. لكن انا كجلوس بحب احط الوان شوية تكون على بني، مش اللي هو نود احس ان انا كأني مش حاطة حاجة خالص، بس يعني انا قلت النهاردة حطه لكم بحيث ان انتوا تشوفوه. ككواليتي كويس قوي، بس فلو انتوا حاسين ان اللون ده مناسب ليكوا تمام. سعره كمان كان رخيص، كان مش فاكرة 30 حاجة كده، سعره معقول يعني. الحاجه اللي بعد كده، وهو اللوشن ده من افوفا، والريحه دي تحفه خطيره جدا، ترطيبه حلو جدا للجسم، وثباته كمان لطيف، بيدي ريحه كده لذيذه يعني، ممكن من يوم ليوم ونص على حسب احنا في الشتاء او في الصيف، ثبات الريحه والترطيب بتاعه بيكون معقول. فمن الحاجات اللي تقدري تشتريها بالحجم الصغنن ده وتحطيها في شنطتك او للسفر، لطيف جدا. من الحاجات اللي بعد كده، ودي بصراحه من الحاجات الخطيره جدا اللي انا اكتشفتها الفتره اللي فاتت، هي صابونه الساليسيليك اسيد بتاعه 5 خمسات. دي يا جماعه ممتازه ممتازه ممتازه، انا عامله لكم فيديو كامل عنها للبشره وللشعر لو عندك قشره وللجسم كمان، تحفه تحفه تحفه. بس هي ليها طريقه استخدام معينه، عشان لو استخدمتوها غلط ممكن انها تدي نتائج عكسيه، فهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس، ابقوا شوفوا الفيديو ده عشان ما اتكلمش عليها هنا كتير. الحاجة اللي بعد كده، وهو الباودر بلوش ده من اماندا، دي رقمها 35. البلوش ده بيبان طبيعي جدا جدا على البشرة، اللون البينك ده لذيذ قوي كمان، تحفة بصراحة بالنسبة لي، مفهوش ولا غلطة، ثباته يعتبر كويس جدا جدا، بيثبت اكتر في الشتاء لو انت يعني لو حطاه في الشتاء اكتر من الصيف، لكن اوفر اول ممتاز وحبيته. اخر منتج بقى معايا، وهو الليف ان ده من بوبانا، وده
تحفه، وهو اللي انا عامله بيه شعري كده النهارده، وحرفيا شعري كده بقاله يومين بالظبط ونازله في الحر والعرق، والشعر لسه محتفظ نوعا ما بشكله، ممكن يكون طبعا مش اكتر حاجه ديفايند في الدنيا، اللي هو شكل الكيرليهات ابتدى يفك شويه، بس عشان احنا اصلا في الحر، وده من غير جل من غير اي حاجه. فبصراحه لا، بالنسبه لي كان لطيف، من البرودكتس اللي انا بحبها، وانصحكم ان انتم تجربوها. بس كده، دي كانت كل المنتجات اللي انا كنت عايزه اكلمكم عليها النهارده. كل الحاجات دي تقدروا ان انتم تشتروها يا اما اونلاين، يا اما من الصيدليه، يا اما تشتروا من على نون او امازون، مفيش منهم كوبي، كلها حاجات اوريجينال عادي، تقدروا تشتروها بكل بساطه. الكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، تغنيكم عن شراء المنتجات المستورده. هسيب لكم اسماء المنتجات كلها في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان لينكات تشتروا منين الحاجات دي، مثلا زي جل الصبار، و زي كمان السكين سايد، الحاجات دي كلها تقدروا تشتروها منين. بس كده يعني، متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، اعملوا لي كمان فولو على تيك توك وعلى انستجرام، عشان انا ببيع تقسيم يعني تاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل، وببيع منتجاتي المستعمله اللي انا مش هحتاجها تاني، وشرحت الموضوع ده اكتر من مره. فهسيب لكم اللينكات كلها، واشوفكم الفيديو اللي جاي.